كمان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرار بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدان بناحية شطة على بعد 4 كيلومتر من مدينة دمياط، وبيرخص لشركة مدينة دمياط للأساس اللي هو المطور بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وبتخصص المنطقة لإقامة مدينة متكاملة ومخصصة لصناعة الأساس بكل بقى ما تشملها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وبتلتزم شركة مدينة دمياط للأساس بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية اللي هتكون في الشطة.